السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خاصية جميلة جدا في ريفت 2025، هو لو أنا عندي كذا تاج ممكن أعمل عليهم سيلكت كده ولاي ظهر لي إن أنا أقدر أعمل لهم ألاين، تمام؟ يعني ممكن أخليهم أعمل لهم كلهم محاذاة في أي اتجاه أنا عايزه، وليكن مثلا في الاتجاه الناحية دي مثلا، فيبدأ إن هو يعمل لهم محاذاة، أو ممكن لفوق زي ما أنا عايز، تمام؟ ممكن ترتب مثلا دول كده بالشكل دوت. اول ما تعمل سيلكت عليهم فبيقول لك بقى انت عايز تعمل لهم حساب اني حاجه، فممكن تعدل في واحد فيهم كلهم بقى يتعدلوا مع بعض، بقى مربوطين مع بعض. ممكن لأعلى واحد فيهم، ممكن مثلا ده مع ده مع ده، ممكن تقول له مثلا عايزهم من الناحيه دي، عايزهم من الناحيه دي، فوق تحت زي ما انت عايز. فدي اداه كويسه جدا، كنا مضطرين نسطب بلجن، دلوقتي بقى موجود من غير بلجن، بقى جوه الريفت نفسه.